زار وفد من وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا بعض مدارس وقرى مركز الطود جنوب محافظة الأقصر تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحويل المدارس القائمة للنموذج الياباني، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والجايكا اليابانية تحت رعاية مبادرة حياة كريمة. وتفقد الوفد مدرستين من مركز الطود وعقد لقاء مع مدير المدارس والإدارات وأولياء الأمور للتعريف بمشروع تحويل المدارس القائمة للنموذج الياباني توكاتسو وآليات تطبيقه في تلك المدارس. نتشرف بإطلاق ندوة حوالين قبل ما نطلق المرحلة الثانية من مشروع المدارس المصرية اليابانية، المكون الثاني اللي هو مسؤول عن المدارس الحكومية القائمة. احنا بنستهدف 100 مدرسة، والحقيقة احنا متشرفين ان احنا هنطبقهم تحت مظلة مبادرة حياة كريمة بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. المشروع ده بيهدف بشكل خاص على رفع كفاءة المدارس دي، تحسين البيئة المدرسية وتدريب ورفع كفاءة المعلمين والإدارة المدرسية. الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو رؤية المدارس الموجودة في الصعيد، وبالذات في الأماكن التي تطبق فيها حياة كريمة، بهدف تطبيق المرحلة الثانية من مشروع المدارس المصرية اليابانية داخل المدارس الحكومية. كما تعلم هناك مدارس هي مدارس يابانية مكونة بأكملها، مدارس يابانية يابانية مصرية لا شك فيها، لكن في هذه المرحلة هو نقل لبعض أنشطة الموجودة في المدارس المصرية اليابانية إلى المدارس المصرية الحكومية.